والله سميع عليم، فتبوئ معناها تنزل، ومنه وتبوأت من الجنة منزلا، أي اتخذت وهيأت لنفسك من الجنة منزلا. وفي المقابل من كذب علي متعمدا، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فليتبوأ مقعده من النار، أي فلينزل نفسه وليتخذ لنفسه منزلا من النار. قال تعالى: تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم.